لكن تعالوا مع حضراتكم نشوف كمان الصحف العالمية قالت إيه مع المحترف. نبدأ مع حضراتكم الجولة الصحفية العالمية، نبدأها من أسبانيا وتحديدا جريدة ماركا الأسبانية. جريدة ماركا الأسبانية ركزت على تأهل فالنسيا لنهائي كأس ملك أسبانيا بعد الفوز على أتلتيكو بلباو 1-0 في إياب نصف النهائي، وكتبت هدف ونهائي. طبعا هدف ونهائي وطبعا الوصول للمباراة النهائية. كمان تحدثت عن لقاء إياب نصف النهائي الثاني ما بين ريال بيتيس ورايو فالوكانو، وكتبت بيتيس ورايو مين فيهم هيخطف البطاقة الأخرى. الصحيفة اهتمت كمان بموقف ريال مدريد من تطورات مستقبل كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان، وكتبت ريال مدريد هادئ بشأن مستقبل امبابي. أما جريدة موندو ديبورتيفو الأسبانية فعلى تسريع برشلونة وتيرة الظفر بصفقة الإبواري فرانك سي زي ما قلت لحضراتكم والدنماركي كريستين، وكتبت سرعة بمعنى سرعة اتخاذ القرار في هؤلاء اللاعبين. كمان تحدثت عن قرار الروسي رومان إبراهيموفيتش ببيع تشيلسي، وكتبت رومان إبراهيموفيتش يقرر بيع تشيلسي. صحيفة اهتمت كمان بتأهل فالنسيا لنهائي كأس ملك أسبانيا على حساب أتلتيكو بلباو، وكتبت جوديز يضع فالنسيا في نهائي ملك أسبانيا. لسه في أسبانيا مع إيس الأسبانية ركزت على تطورات طبعا رغبة ريال مدريد في ضم النرويجي هالاند، وكتبت هالاند نعم طبعا هم كل الناس بتقول إن هالاند قد يكون في ريال مدريد. الصحيفة اهتمت بقرار كمان الملياردير الروسي إبراهيموفيتش بيع نادي تشيلسي، وكتبت وداع إبراهيموفيتش. طيب نسيب أسبانيا ونطلع على فرنسا، تحديدا نروح لكيب الفرنسية. لكيب ركزت على تأهل طبعا ثالث للنهائي كأس فرنسا بعد فوزه على موناكو بضربات الترجيح، وكتبت الموج الأصفر. طبعا كمان الصحيفة اهتمت بتصريح البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان حول تجديد عقد امبابي، وكتبت ليوناردو سنفعل كل شيء من أجل الحفاظ على بابي. من نسيب فرنسا ونروح سريعا لإنجلترا، تحديدا جريدة ميرور سبورت اللي ركزت على قرار طبعا إبراهيموفيتش ببيع نادي تشيلسي. كما اهتمت الصحيفة بتأهل ليفربول وتشيلسي وساوثهامبتون لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. أما صحف إيطاليا نروح لإيطاليا ونشوف كوريلي دي سبورت اللي علقت على فوز يوفنتوس خارج ملعبه على فورنتينا 1-0 في ذهاب نهائي كأس إيطاليا، وكتبت يوفنتوس يتجاوز فورنتينا 1-0 بهدف عكسي. كمان اهتمت بصراع لقب الدوري الإيطالي، وكتبت نابولي في طابور الفوز بلقب الدوري الإيطالي. لسه مع حضراتكم في إيطاليا توتو سبورت الإيطالية ركزت على فوز يوفنتوس على فورنتينا زي ما بقول لحضراتكم 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، وكتبت يوفنتوس فرح بنفسجي. اهتمت كمان الصحيفة بقرار رومان إبراهيموفيتش على بيع تشيلسي وأزمة غزو روسيا لأوكرانيا.